فاحنا في حته الحمد لله تانية، وزي ما احنا بنقول احنا ما بنقبلش غير برقم واحد، ما فيش بطوله مهمشه وما فيش بطوله عندنا اهم من التانية، كل البطولات عندنا مهمه. فدي في ثقافه اعتقد كل الجمهور ما عندناش شك فيها يعني، دي اكيد. لكن لما حضرتك يبقى في عوامل خارجيه بتشكل للاسف يعني مشكله كبيره جدا عندك في فكره ان انت تفوز، مش بس فكره ان انت غير موفق او ادائك وحش، لا في عوامل خارجيه هي اللي بتسحب منك، ده اللي بيزعل بقى. انا بس عارف عند كلمه الاداء الوحش. طب اتفضل. انا مش شايف ان الاداء الاهلي وحش، انا شايف ان الاداء الاهلي مضغوط. ايوه ما انا بقول كده. انا يعني بقول كده بالظبط، يعني لازم الجماهير تقدر هذه النقطه بشكل مهم جدا، ان الاهلي مضغوط. هي العوامل بقى الخارجيه اللي تشمل الضغط، مفيش عداله في اداره في توزيع الجدول. صحيح. يعني عشان كده الاهلي يعني بيلعب في كانوا بيلعب في المريخ، يعني حاجه ثانيه خالص. هو لو كريم قلنا الموضوع ده امبارح كنا بنتناقش بنقول دولنا بنتحدى، يعني ناس ارجوكم دولنا اسم نادي في العالم مش في مصر حصل فيه اللي حصل في النادي الاهلي، عدد المباريات والضغط اللي حصل مع النادي الاهلي مش هتلاقي، مش يعني موجود. عشان كده انا بقول يعني الاهلي بيدفع الثمن، ولازم يبقى الجماهير مقتنعه بهذا الكلام. طبعا انت لمست نقطه مهمه جدا، ان في عوامل خارجيه اخرى. انا شايف زي العوامل وعامل يعني انا مش من عاده اتكلم في تحكيم، ولكن ما حدث في مباراه الانتاج الحربي والهدف الملغي يعني بالمنطق والعقل والحساب ولا منطق برضه هتلاقيها مش ماشيه، مفيش واحد رجله على الخط ورجل الثانيه برضه على الخط، مش ممكن يعني. وهو في حالة طيران يعني منطقيا، يعني اذا كان الكاميرات مش جايباها بحكم الزوايا لا وحياتك يا فندم جايباها من كل حته. وبطبيعه الحال ان هي يعني والا يعني يبقى ضد عوامل الجاذبيه، يعني ما ينفعش يكون القدمين على نفس المستوى. نفس وهو في حال الطيران يعني في حال مش واقف على رجل. بس هل العوامل الخارجيه اللي هو انت بتتكلم حضرتك عنها اللي هي بطبيعه الحال بين قوسين كده شامله الاخطاء التحكيميه وخلافه، هل ده اللي خلى حضرتك تختار العنوان ده بصفه خاصه، فكره ان الاهلي بيدفع ثمن انجازاته وبطولاته؟ وبعدين ده الشق الثاني من سؤالي لحضرتك. هو المفروض لما يكون عندك نادي بطل والنادي البطل ده مش بيلعب لامجاده هو الشخصيه، ده بيلعب باسم البلد في كتير جدا من المحافل المختلفه، هو احنا المفروض ندفعه ثمن بطولته وانجازاته ولا المفروض ندعمه؟ لا المفروض ندعمه جدا. يعني ابسط حاجه استاذ كريم ان الجدول يكون عادل مثلا، ابسط حاجه كل 72 ساعه، يعني مش كل 72 ساعه والاخرين يعني قاعدين في الساحل. يعني مفيش عدل. يعني انا جايب بلدي بطوله واثنين وبرفع شانها كرويا وبنافس مثلا ريال مدريد هذا النادي العريق العالمي طبعا في اعلى رصيد من البطولات القاريه، مش معقوله يبقى الثمن ان انا يعني طق 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 على بعضه يعني من الضرب للنار. يعني لازم يكون في عداله، والعداله تكون يعني مبكرا، يعني مش لازم اجي في اخر ثلث الاخير من الموسم واسحب الجدول بمباريات طبعا. يعني يكون لازم في تقدير. نفترض ان مثلا اربع انديه بيبقى فيه اثنين كونفدراليه واثنين دوري ابطال تاهلوا النهائي، نفترض هذا ونتمناه، الجدول هيخلص امتى ان شاء الله؟ ده سؤال بحطه قدام اتحاد الكوره لجنته المؤقته والمجلس الاداره الجايه، امتى يخلص؟ يعني اذا كنا احنا مش عارفين بس فرقه واحده كملت للاخر يعني انضغطت بهذه الصوره. لازم يكون في يعني وعي اكثر، في احترافيه اكثر في اداره المسابقه والجدول الدوري، عشان نقدر يعني ندي المنتخب حتى يكون في عائد على المنتخب ايجابي، يكون في عائد، يبقى في تنافسيه في المسابقه نفسها. لحد دلوقتي يعني مفيش عدل خالص، انا شايف مفيش عدل ومفيش احترافيه كمان. عشان كده انا بقول ان الاهلي هو بطل رغم لو حتى لو خسر اللقب، هو بطل فعلا، لازم نقدر هذا المعنى. وكمان يعني هي بطوله يعني كان بطل استثنائي، يعني يعني بغض النظر عن التحكيم والعوامل الاخرى زي ما انت حضرتك اشرت، لا يعني تقدير والاحترام والتقدير للاهلي والجهاز الفني واللاعبين موجود، يعني ان شاء الله يعني هنشوف
نتمنى احنا نشوف موسم الجاي افضل مع وضع في الاعتبار ان في اربع فرق هتشتغل في افريقيا. لازم نعمل حسابها من دلوقتي وما يبقاش في جاب كبير. ناس بتريح وناس مضغوطه حرام يعني. بتفق مع حضرتك جدا.